الاتحاد وتحيه لكم. معي شاب، اهلا وسهلا بك. اتفضل خليني اتعرف عليك. محمد سليمان حمو انغام. منو؟ محمد سليمان حمو انغام. حمو، اهلا يا حمو انغام، كيف حالك؟ ان شاء الله كويس. حمو الليله كثير من الناس بيسمعوا بالفنان حمو انغام وما شافوه الليله. اي زول يا جماعه حاب يشوف حمو انغام، هو منور اتحاد الغناء الشعبي. حمو خلينا نتعرف على مشاركتك وكلمنا عنها. والله في البدايه اشكر قناتكم استضافتكم لي، ومشارك ان شاء الله بشغل حقيبه ان شاء الله. ان شاء الله. حمو صوتك مالو اصلا، بطيء كده ولا باحي ولا الالتهابات الحاليه؟ باحي والله، باحي، التهابه شويه كده. نعم الله يديك. حمو الليله حتغني لنا شنو من الاغنيات اللي انت اخترتها عشان ما تقدمها لنا في الامسيه دي؟ ما مختار حاجه في راسي كده، لكن ان شاء الله بتجي برا. الحاجات قاعد تجي برا؟ تجي برا ان شاء الله. وقاعد تبقى الحاجات تمام ظريفه؟ تبقى تمام 100%. طيب مشاركتك في الاتحاد اليوم ودعمك ووقوفك امام الاساتذه اللي بيكونوا دائما داعمين للاتحاد وموجودين، حتكون مشاركات مستمره ولا دي اول مشاركه لك ولا؟ انا بشارك طوالي في الاتحاد، واشكر الاداره بتاعت الاتحاد استاذنا جمال ترباد واستاذنا عبد الكريم عبد الله ومنتظر الدر، انه اتاحوا لنا فرصه نحن كشباب نشارك في الاتحاد، وقفوا معانا والله ما قصروا، ربنا يديهم الصحه والعافيه. نعم. حمو من مشاركاتك وغنائك لغناء الحقيبه قاعد يكون عندك كورس وشيالين والحاجه دي بتعمل حضور في المسرح، قاعد تحسها جميله لما الصفقه تزيد؟ صح، جميله جديد. بتكون حريص على الكورس حقك تختار وتحفظ؟ الكورس معي ثابت معي طوالي، اساسا مشغلين مع الاستاذ جيجم ربي يديه الصحه والعافيه، ومواصلين معي. انتوا كشباب حفظكم للحقيبه، ونحن مؤخرا الان شايف الساحه الشبابيه كلهم مالوا للحقيبه والغناء الشعبي، فاصبحت في صحوه كده وفي وعي كبير جدا واهتمام الناس بين في انه ده تراثنا وده غنانا زمان يعني. هو ما عنده قديم ما عنده جديد. نعم. وانا بشكر الاساتذه انه بيجيبوا معانا الاغنيه الغلط، بيجوا بيصلحونا نحن كشباب، وبنادونا النادي تعالوا النادي محتاج ليكم، ربنا يديهم الصحه والعافيه، وان شاء الله نحن نقدر نرضيهم بقدر من غناهم. قالوا ناس الحقيبه والشعبي عداداتهم شغاله كويس. كيف يا حمو الكلام ده؟ انا في عدادات والله، الحمد لله والله. شغالين كويس؟ الحمد لله. الحمد لله. تسلم. يبقى معنا احنا موعودين في انك تسمعنا اجمل الاغنيات في هذه السهره ونتواصل معاك. كلمه اخيره ممكن تقول لكل الناس اللي بيتابعوك؟ والله بقول للناس ان شاء الله تستمتعوا بينا، وبقول لكل الشباب لا للمخدرات ولا للايس، يعطيكم العافيه. تسلم. رساله مهمه جدا، شكرا حمو انغام، وحنكون احنا حضور معاك وكل المشاهد هو حيكون حضور باذن الله. اذا تتواصل سهرتنا من داخل اتحاد الغناء الشعبي بام درمان، وتتواصل ليالي الطرب وليالي الحقيبه. خلونا نتعرف ايضا مع الاستاذ اللي حيكون على يميني الان. اهلا وسهلا بك ومنور هذا المساء. الله يخليك، منورين انتم والله. عرفنا عليك. بلا حسن علي، سكرتير نادي فلاح، 25 سنة، عضو في اتحاد الغناء الشعبي من 73. يا سلام. اتحاد دار فلاح هي مدرسة. الله يخليك. والاتحاد أيضا مدرسة. أيوه، الاثنين هو طبعا نادي واحد يعني، لكن بس اختلافات بسيطة كده حصلت. صحيح. فاتحاد الغناء الشعبي هو بيقبل الفنانين المحترفين، أما نادي فلاح بيقبل الهواء المبتدئين يعني. ففلاح طبعا اختلف مع النادي وعمل فرقة براه، ف بقى يعني استقبل الاولاد الجداد، ولما يتنموا ويمشوا كويسين وبتاع ويخشوا اذاعه وتلفزيون وكده وبتاع بيمشوا الاتحاد. من خلال وجودك في دار فلاح وانه الشباب المبتدئين بيغنوا اغاني الحقيبه والاغاني الشعبيه، في دعم لهم منكم انتم من قبلكم انكم بتدعموا؟ طبعا اللي بيجي يسالنا بنوريه يعني، بيجي يسالنا بنوريه، ونحن طبعا ناس قدام في النادي، ويعني الغنى ده زي ما بيقولوا حقنا حافظينه، فبيجي يسالنا بنوريه يعني. ففي اخطاء بسيطه بتحصل من الاولاد دي، لكن بتتعدل يعني بنلاقيهم بنوريهم، بنقول لهم يا اخي الاغنيه كده بتقول كده وبتعمل كده، انت غنيت فيها كوبله غلط، غنيت معاك صح، حاجه زي دي كده، فبنعدلهم يعني. فماشيين كويس يعني، الاولاد اللي هم ماشيين بالنهج اللي مشوا به اساتذتنا الكبار كلهم يعني. يا سلام. بما انهم هم خريجين المدارس دي، لما يحتاج لهم النادي او دار فلاح بيلقاهم موجودين حضور دائما، قاعدين تلقاهم انهم مبادرين؟ طبعا هسه انا بالضبط لي يمكن قريب السنه ما جيت النادي يعني، ثلاثه منتديات كده بقيت اجي يعني لظروف معينه يعني. والله هسه طبعا يعني رجعت زي ما كنت زمان يعني، في 73 و74 كده يعني. فالحمد لله يعني، لكن والله بيزعلونا يعني، ناس كتار بيزعلونا والله يعني،
يعني مهتمين بيرجعوا لنا مهتمين بالمزرعه دي جدا. فهسه يعني الاولاد الشباب اللي قاموا دول كلهم بغنوا الغنى الشعبي غنوا الحقيبه يعني، وده امتداد للجيل السابق يعني. صحيح، ونحن الان شايفين الفنان حمو انغام هو شاب ويستعيد الان، وانا سمحته قبل كده واد كويس وماشي خطه حسيسه، وان شاء الله يعني يتوفق يعني ان شاء الله نسمعه مع بعض. لو خطه يعني بنوريه بالضبط. شكرا جزيلا. الله يخليك، يديك العافيه. الله يخليك. نتواصل ويتواصل تتواصل ليالي الحقيبة وليالينا المختلفة عبر شاشة الشروق كما عودناكم دائما، ونستمع ونسمع للشاب الجميل حمو أنغام ونشوف حمو شنو حيقدم لنا من أغنيات. تابعونا. حضور الكريم، نشكر الفنان الرائع المتميز الفنان الدكتور عبد الله حمد للوصلة الغنائية السابقة التي قدمها لنا. قدمت لنا فقرتان، الفقرة الأولى مع الفنان حمو أنغام، والفقرة الثانية معنا الفنان اللمين خلف الله. نبدأ بفقرة الفنان حمو أنغام والأغنية الشعبية وأغنية الحقيبة. شكرا. ألو 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 رشي مناخي درا في الخديد الأنظر أنا
لله يسكين تباريح تباريح شوقي وهو يا
هاي سامل ايز بيت رحنا وحده وكيفين قسمان في زمان شي عجيب في غرامك يا فريع يا زميل سامل ايز بيت رحنا وحده وكيفين قسمان في زمان شي عجيب في غرامك يا فريع وكيفين قسمت لي اسمين شي عجيب
شكرا الفنان حمو أنغام، شكرا الفرقة المصاحبة لهذا الأداء الرائع المتميز بأغنيات الحقيبة وأغنيات الحماس والأغنية الشعبية. لكم التحية، ونجدد الترحاب بكم أحبتنا كل الحضور الكريم والأنسات والسيدات، ويتواصل وتتواصل فقرات هذه الأمسية الرائعة من داخل منتدى اتحاد الغناء الشعبي. معنا الفنان الكبير، الفنان الرائع الذي يطربنا بأدائه المتميز بأغنيات الحقيبة والأغنية الشعبية، الفنان اللمين خلف الله. شكرا. نتواصل معكم من اتحاد الغناء الشعبي بأم درمان، وليلة من ليالي الحقيبة عبر شاشة الشروق الفضائية، نسعد بالمتابعة. وأيضا كمان خلوني أرحب بواحد من الرواد اللي موجودين في هذا المكان. أهلا وسهلا بك، عرفنا عليك وخلينا نشوف مشاركتك. مرحبا، شكرا جزيلا. يوسف المك، عضو اتحاد الغناء كورس. يا سلام يوسف، أهلا بك. وأنتم مهمين جدا يا يوسف، أنتم اللي بتدعموا الفنانين والشباب والناس ديل في أنكم تكونوا خلفهم وشدوا من أزرهم. والحمد لله رب العالمين، رغم الظروف الصعبة والأمور ماشية والاتحاد ماشي والحمد لله رب العالمين. هو الحفظ كيف معك؟ والله ماشيين كويس والحمد لله رب العالمين. الحقيبة دي أنتم خلاص بقت بالنسبة لكم حاجة عادية، والكلمات وبتصححوا أحيانا الفنانين يا يوسف؟ والله أحيانا، هاي مرات بنعملون انترفيو صغير كده الحمد لله رب العالمين، لكن كويسين يعني، شباب ممتاز وحافظين يعني. ما محتاجين دعم يعني؟ والله بعض المرات يعني، ما كلهم طبعا. ما كلهم. اي بعض، في بعض محتاج يعني الحمد لله. الكورس دائما بيكون شايل الثقيلة كلها أصعب من الفنان، وبعد كل الفنان بيشيل القروش كلها يا يوسف. والله طبعا نعم، شنو ده سؤال صعب طبعا. لكن أنت ممكن توري الفنانين إنه يا جماعة نحن والله طبعا شايل الثقيلة، لكن خليها بالنية ما مشكلة. ما مشاركاتك في الاتحاد كيف؟ والله ماشي الحال الحمد لله، طبعا احنا من القدماء المحاربين يعني الحمد لله رب العالمين. والاتحاد برضه طبعا ما شاء الله، رغم الظروف دي يعني، الظروف المرت بها البلاد بقياده طبعا الربان الماهر الاستاذ كمال ترباس وعوض الكريم عبد الله، يعني ماشيين في احسن حال والله، في تطور كثير والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. تتمنى انه اتحاد فن الغناء الشعبي يصل للامام ويتقدم بحضور الفنانين اللي بيجوا بيشاركوا من الشباب؟ ان شاء الله رب العالمين، وده المطلوب طبعا، لازم الشباب بعد يجدوا دورهم طبعا بعد ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله. شكرا جزيلا لك، وكلمه اخيره. يحفظكم الله ويرعاكم، وجزيل الشكر لكم، انتم كمان ما قصرتوا والله، وربنا يحفظكم ويرعاكم يا رب العالمين. شكرا لك.